الفقريه اللي كان بيستخدمها المصري القديم في رحله ما بعد الموت، تحط فيها الاكل، تحط فيها الغلال، الحبوب. What happened؟ ايه؟ It's broken؟ مش انا كسرت فيه. How did this happen؟ I don't know. هي كانت في الارض ولا دوست عليها ولا لا؟ مش انا. القش صح ولا لا؟ هي كده مشكله كده؟ Okay. I'll get the trowel and I'll clear it up, okay؟ هي مشكله؟ مستر سعد هتدخل هنا جوه؟ على ايدك ورجلك وما تلمسش حاجه يا مستر سعد. لا لا عادي والله. عايزين نكتر لسعد شويه تعبين. يلا بسرعه 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 بسرعه. ماشي يا ريس. اوكي مستر سعد. كده مسيب زحمتك. اوكي. انا عايز ال سلامك. سلام ربنا يخليك. I need the brush and the trowel please. You want the trowel and the brush? Okay, no problem, just one moment. ماشي اوكي براحتك. يلا انا داخل. هنا يلا يا دين. انا فمي منوع والنور. هنا يلا يا دين. حازم يا دين قلت لك المفصل. يا حازم ابو مصطفى. ايه اللي جرى؟ يا عم مصطفى ايه اللي جرى؟ يا عم اسمعني البرطوم اتكسر. طبعا يا الفاظ يلا عم البرطوم اتكسر لو سمحت. انت لي رئيس احمد يا عم مصطفى. الراجل لو طول هيتخنق. حازم اتحرك. احاول الف لك من الناحيه الثانيه. لف لف يا مصطفى. ادهولي بقى الرجاله بسرعه. الرئيس علي الرئيس احمد. ايه اللي بيحصل؟ ارفع الزق يا نهار ازرق يا استاذ سعد. يا ابو يا عم يا استاذ سعد يا مصطفى يا نهار ازرق يا عم مش عشان نفس. ايه اللي بيحصل؟ يا مصطفى يا استاذ سعد يا ابو ايه حاول تسمعني. سامعني يا استاذ سعد. انا سامعك يا ريس. بقول لك يا ريس استنى عشان الاكسجين في المقبره. يلا يا استاذ سعد عند الباب. الله يبارك فيك. اقف عند الباب. طب ايه استنى بقى انا اقف عند الباب. حاول افتح لك تجيبني مع الرجاله الثانيه. رئيس احمد والرئيس سعد فين؟ يلا يا رجاله الراجل هيتخنق. الراجل هيتخنق يا مصطفى. استاذ سعد سامعني؟ ايوه سامعك. حافظ على هدوءك اعمل معروف يا مصطفى. بص في خرم في تعبان. حاول تقرب من الباب يا عم. مقرب يا مصطفى اهو. افتح لك هحاول افتح لك بالرجاله من الزنبيل. بص بص في خرم في تعبان. انا حطيت فيه جزمة اهو. اثبت اثبت اعمل معروف. مفيش وقت للكلام ده. هدي اعصابك هدي اعصابك. النفس يا مصطفى. هدي اعصابك لو سمحت يا عم. يا عم النفس يا مصطفى. استاذ يلا يا رجاله بسرعه. الراجل هيتخنق. مفيش اكسجين جوه يا عم. انت انا انا سد تعب هو. يا عم استاذ سعد يا عم النفس يا عم اتفتح. ايوه عدي بسرعه عدي بسرعه بسرعة. عديت يا مصطفى. يا رب استغفر الله العظيم الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.